4/4/2017 كان أصعب يوم بمر علي في تاريخ حياتي، هو اليوم اللي ضرب فيه السلاح الكيماوي بخان شيخون، يوم اللي فيه فقدت أولادي التوأم أحمد وآية وزوجتي وأخواتي وأقاربي وأبناء الحي بشكل كامل. من أفظع المجازر اللي قام فيها بشار الأسد هو استخدامه للسلاح الكيماوي، ومنها كان فيه خان شيخون. والأصعب أنه لليوم عدم محاسبة بشار أسد على استخدامه للسلاح الكيماوي وفلاته من العقاب، رغم إدانته من الأمم المتحدة ومن معظم الدول بمجلس الأمن. نقف اليوم نستذكر الذكرى 7 لضحايا مجازر الكيماوي في خان شيخون، كما نذكر العالم أجمع بضرورة محاسبة هذا النظام على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري على مدى العقد الماضي. أرواح هؤلاء ما زالت معلقة تطلب العدالة، تطلب القصاص ممن خنقها، ممن قتلها في هذا اليوم. بدعوة من الأهالي اجتمع الناس هنا لإحياء لهذه الذكرى المؤلمة ولتذكير المجتمع الدولي بضرورة وجود أو بضرورة محاسبة المجرمين، وبوجود مجرم ما زال حتى الآن قابع في دمشق يتم إعادة تدويره من قبل المجتمع الدولي. النفايات مهما دورت يعني تبقى نفايات. في هذا اليوم كان مؤلم جدا، ليس مؤلم، الكلمات تعجز عن وصف هذا اليوم. يعني لا يمكنك تخيل موت إنسان أمامك وهو يختنق بالهواء الذي يتنفس به. هول هذا الأمر بالتأكيد يعني ترك حالة من الألم الذي لا يمكن أن ينتسى. رغم الغشوات اللي انتم حابين تحطوها، نحن بنزيحها، بنقول لهم 7 سنوات على المجزرة، بنضل بنتذكرة، وهالأطفال اللي استشهدوا واللي توفوا كان كبار أو صغار بالذاكرة بيضلوا، وبنضل بنطالب فيها وبنطالب الأمم إنه تحاسب هالمجرم اللي ضرب الكيماوي وقتل الأطفال.